الكتاب الأخضر على مساواة الرجل بالمرأة، إذ يقول إن المرأة تأكل وتشرب كما يأكل الرجل ويشرب. والقذافي أربع ممرضات أوكرانيات أشهرهن غالينا كولوتينيتسكايا، التي جاءت سيرتها ضمن وثائق موقع ويكيليكس بوصفها ممرضة القذافي الخاصة وتحظى بثقته، وأنه يصطحبها خلال سفره لأنها وحدها تعرف نمط حياته اليومي. وتعتزم غالينا العودة إلى أوكرانيا بسبب الوضع المضطرب وفق ما نشرته إحدى الصحف الأوكرانية نقلا عن ابنتها. وهناك من يقول إن خدمة هؤلاء النسوة بلا نهاية، فرغم مرور سنوات طويلة على انتسابهن فيها لم تقابل وسائل الإعلام حارسة واحدة متقاعدة لعلها تروي أسرار هذا العالم الغامض. إذن نساء هن من يحرسن القذافي طوال حياته، لكن في محنته استعان في خطابه الأخير بالرجال الذين أحاطوا به من كل صوب. رفاه السعد، العربية. ومعي للمزيد في